السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب تالتة ثانوي وفيديو جديد ومادة الفيزيكس. احنا مكملين إن شاء الله مع بعض في البارت 1، حلينا الجزء الأولاني من امتحان مصر 2015 اللي هو فيرست سيشن اللي هو الدور الأول، وإن شاء الله مكملين. احنا كنا حلينا لحد السؤال نمبر 18 وهنكمل السؤال نمبر 19. compare between hot wire ammeter moving coil ammeter. طب من حيث ايه؟ سكيل، يعني التدريج بتاعه. التدريج بتاع الهوت واير احنا عارفين يا جماعه ان هو ايه؟ الريجولر او نون يونيفورم، يعني هو ايه؟ مش منتظم. وعارفين ان هو مش منتظم ليه وهقوله. طيب الموفينج كويل اميتر تدريجه ايه؟ بيكون ايه؟ يونيفورم او منتظم. ايه السبب في كده؟ السبب يا جماعه ان الهوت واير اميتر التدريج بتاعه الثيتا دايركت بروبورشنال مش مع الاي باس، هي ايه؟ اي بار 2، لان هو معتمد على الهيت انرجي المتولده في السيركل وير بتاع البلاتين اند اريديوم، طيب او اريديوم اند بلاتينوم. طيب تعالوا بقى للموفينج كويل اميتر الثيتا دايركت بروبورشنال تو ايه؟ تو اي. فالتناسب بتاع الثيتا في حاله الهوت واير مع ايه؟ مع الباور 2 بتاعت الاي او سكوير اوف ذا اي. انما في الموفينج كويل اميتر الثيتا دايركت بروبورشن مع ايه؟ مع الالكتريك كارنت انتنستي بس، ده السبب. طيب تعالوا بقى اللي هي وجه المقارنه الثاني او البوينت اوف كومباريزن الثانيه، افكت اوف ذا اتموسفيريك تمبريتشر، تاثير درجه الحراره. طبعا الهوت واير اميتر افكتد بيتاثر، انما الموفينج كويل اميتر ايه؟ از نوت افكتد، يعني ايه؟ مش بيتاثر بحراره الجو. ماشي. طيب الكومباريزن الثانيه بتوين ايه؟ ار سي سيركت وار ال اي سيركت. عشان بس الطلبه اللي بتسرح يا جماعه، ار سي عاديه سيركت بيكون فيها اولا الترنيتنج كارنت، ثانيا بيكون فيها حاجتين، ريزيستور يعني ايه؟ مقاومه، وكاباستور يعني ايه؟ مكثف. انما الار ال سيركت برضه سيركت بيكون فيها الترنيتنج كارنت سورس، وديت بيكون فيها ريزيستور يعني مقاومه، وبيكون فيها ايه؟ سيلينويد اللي هو ملف. طيب هنا عاوز ايه بقى؟ توتال امبيدنس. توتال امبيدنس ده اللي هي المعوقه الكليه ليهم. طبعا زد ايكوال ايه؟ سكوير روت 4 بار 2 بلس اكس سي بار 2. طيب وبالنسبه للار ال الزد ايكوال ايه؟ سكوير روت 4 بار 2 بلس اكس ال بار 2. طب من حيث الفيس انجل، التان ثيتا في حاله الار سي ايكوال ايه؟ نيجاتيف في سي اوفر في ار، اور نيجاتيف اكس سي اوفر ايه؟ اوفر ار. طيب في حاله الار ال سيركت تان ثيتا ايكوال ايه؟ في ال اوفر في ار، اور اكس ال اوفر ايه؟ اوفر ار. طيب بنلاحظ ان في الار سي سيركت ذا فولتج ليدز ذا كارنت باي ذا فيز انجل 90 ديجري، يعني الفولتج هنا بيتاخر او بيتخلف يعني قبل الكارنت او عن الكارنت بكام؟ ب 90 ديجري. انما في حاله الار ال الفولتج ليدز يعني بيسبق او يتقدم على كارنت باي فيز اوف انجل 90 ديجري. يعني هنا يا جماعه الكارنت هو اللي قبل الفولتج، او الفولتج هو اللي بيتخلف عن الكارنت. وفي حاله الار ال طبعا الفولتج هو اللي بيسبق الكارنت بايه؟ ب 90 ديجري. طيب بعد كده تشوز فروم اي اور بي، هنحل الاثنين لو هما مكررين. Write the scientific term, the minimum frequency of incident light which is enough to liberate an electron from a metal surface without gaining kinetic energy. يعني أقل frequency، أقل frequency بقى إيه؟ للضوء الساقط بيكون كافي لتحرر الكترون من سطح المعدن دون إكسابه طاقة حركة. ده تعريف إيه؟ تعريف critical frequency of the metal، التردد الحركي للإيه؟ للميتال. نفس التعريف ده لو شال لك كلمه مينيمم وقال لك ماكسيمم ويف لينث بيكون برضه ايه؟ كريتيكال ويف لينث. انا نبهت عليها يا جماعه مهمه. طيب بعد كده the wavelength associating the maximum radiation intensity is inversely proportional to the Kelvin temperature of the radiating element. طبعا دوت ايه؟ فينز لو. فينز لو احنا خدناها في شابتر 5 اللي هو كانت ايه؟ كان لامدا ماكسيمم انفيرسلي بروبورشن تو ذا ايه؟ تو ذا تمبريتشر، بس طبعا ديت ان كلفن سكيل على تدريج ايه؟ كلفن.
طيب عدديه كلفن اللامدا انفيرسلي بروبورشنال تو ذا ايه تمبريتشر. طبعا ده يا جماعه اللي هو فينز لو كان طبعا ايه لامدا 1 اوفر لامدا 2 ايكوال ايه تي 2 اوفر تي 1 بس ان كلفن سكيل محدش ينساه. نيجي بعد كده الاسئله دي طالما انا عامل عليها كده بالاحمر يبقى ده يا جماعه في الجزء المدني. السؤال اللي عليه الدور اللي هو نمبر كام 22. طيب هو عاوز ايه؟ mention one application for the wave nature of the electron. يعني هو بيقول اذكر تطبيق واحد. تطبيق يا جماعه يعني حاجه بنستفيد منها في الحياه. على ايه؟ على الويف نيتشر اوف ذا الكترون، الطبيعه الموجيه للالكترون. الالكترون طبعا ده كان يعني يتم التعامل معاه اكنه ايه؟ اكنه بارتكل، يعني اكنه جسيم. طيب دي براولي بقى قال لك ممكن يكون له ويف نيتشر، تمام، اللي هي ما حدش ينسى يا جماعه الايكويشن ده ايكويشن مهمه جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ لامدا ايكوال اتش اوفر بي ال، خلي بالكم دي. طيب البي ال اللي هي المومنتم، يعني لامدا ايكوال اتش اوفر ام تايمز الايه الفي. طبعا لو هنا بتكلم عن الالكترون يبقى ديت الماس بتاعت الايه بتاعت الالكترون. يبقى الالكترون هو بيتحرك بفيلوسيتي معينه بسرعه معينه بيكون لايه ليه ويف لينث. الويف لينث ديت انفيرسلي بروبورشنال تو ذا فيلوسيتي او مع السبيد بتاعته. طيب هو هنا بيقول ايه بقى التطبيق بتاع الويف نيتشر ده استخدمناه في ايه الكلام ده كله؟ استخدمناه ان ميكينج ذا الكترون مايكروسكوب. الكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الايه؟ الالكتروني اللي بشوف بيه تايني اوبجكتس اللي هي الاجسام الدقيقه از فيروسز زي الايه؟ الفيروسات. طيب السؤال نمبر 23 اكسبلين ذا ويف لينث اوف ذا ويف اسوشيتنج ذا الكترون موشن ديكريزز از اتس فيلوستي ايه انكريزز. طيب ده السؤال ده مرتبط باللي قبله ومرتبط باللي انا شرحته دوت. هو بيقول ايه؟ ليه الويف لينث ديت بتقل لما الفلوس ديت ايه؟ بتزيد. طب ما هي باينه اصلا. يعني هي according to the relation اللي هي اوف دي براولي لامدا ايكوال اتش اوفر بي ال، يبقى لامدا ايكوال اتش اوفر ام اي تايمز الفي. هنا بقى انا عندي كام حاجه؟ عندي اربع حاجات اللي هو ايه؟ الويف لينث، وايه ديت؟ بلانكس كونستنت. طب وايه ديت؟ الماس اوف ذا الكترون، وايه ديت؟ فيلوستي اوف ذا الكترون. عندي في حاجات ثابته وفي حاجات متغيره من الثوابت اللي هو بلانكس كونستنت والام اي. البلانكس كونستنت كلكم حافظينه، طبعا مش علينا حفظه بس طبعا من كتر الحل يعني. 6.625 تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 34 جول تايم سكند. طيب والماس اوف ذا الكترون عارفينها 9.1 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 31 كيلو جرام. وماله؟ ما الاثنين دول كده ايه؟ كونستنت. يبقى دلوقتي العلاقه بين الباقيين اللي هم ايه بقى؟ اللي هم اللامدا والفي، دول هم متغيرين. العلاقه بينهم ايه؟ انفيرسلي بروبورشنال. يعني لو الفي زادت اللامدا ايه اللي هيحصل لها بقى؟ تقل. ما هو ده السؤال. يبقى اهو الجواب هنا يا جماعه بالتفصيل اهيت because according to the relation طبعا of the Brownian lambda equal h over bl اذا h equal lambda equal h over mev so the wavelength that associate the electron motion is inversely proportional to the velocity of the electron where h and mev are constant. لازم لما اجيب علاقه من الاثنين لازم يكون الباقي قيم ثابته معروفه. طيب 24 عاوز ماثيماتيكال ريليشن طبعا عامل عليها العلامه الحمراء ديت معناها يا جماعه ان هي كانسلت. بس هي كانسلت بس سنه ايه 2020 بس مش في كل السنين طبعا. اكسبلين وذاوت دروينج يعني اشرح بدون رسم. هاو تو كونفيرت ذا سنسيتيف جالفانوميتر انتو فولتميتر اند ديوس ستاندينج ذا يوزد ماثيماتيكال ريليشن. طيب هو اصلا عشان نستنتج الكلام ده افضل ليك ترسم، يعني عشان تعرف توصف اللي انت بتكتبه لازم ترسمه عشان يكون اسهل بالنسبه لك. طيب انا يا جماعه اي جلفانومتر احنا عايزين نحوله الى فولت ميتر بنعمل ايه؟
بنوصل له ملتبلاير ريزيستنس بس ان بارلل ولا ان سيريس؟ ان سيريس. طبعا لو عاوزين نحول الاميتر بنوصل له شانت ريزيستنس ان ايه؟ ان بارلل. هنا فولت اميتر يبقى ايه؟ ان سيريس. وهي يا جماعه ار جي وده ايه؟ ار ام. ماشي. الار جي البوتنشال ديفرنس بتاعتها ايه؟ في جي. والار ام البوتنشال ديفرنس ايه؟ في ام. حلو. طيب ما هو التوتال فولتج هنا اللي هي الفي توتال يعني ايكوال ايه؟ في جي بلس في ام. تمام. يبقى الفي بقى الفي بقى التوتال برضه ايكوال ايه؟ الفي جي عباره عن ايه؟ اي جي ار جي بلس. المفروض اقول هنا ايه؟ اي ام ار ام. بس هنا اللي التيار او الكارنت اللي بيمر في الار جي هو اللي بيمر فين؟ في الار ام. فانا قلت هنا اي جي يبقى هنا برضه ايه؟ اي جي. يبقى اي جي ايه؟ ار ام. تمام. يبقى خد بقى انا عايز الار ام لوحدها، يبقى خد الاي جي الار جي السايد الثاني حطها تقارن في الماس، تغير السايد تغير الساين، يبقى في ماينس اي جي ار جي ايكوال ايه؟ اي جي ار ام. انا عاوز ار ام لوحدها، يبقى في ماينس اي جي ار جي اوفر ايه بقى؟ اي جي. او طبعا الاي جي ار جي اللي هي ايه؟ في جي. يبقى الار ام ايكوال ايه؟ في ماينس في جي اوفر اي جي. اوصل في النهايه لديت او لديت والاثنين صح. نيجي بعد كده للسؤال نمبر 26، هو عايز ايه؟ بيقول لي ده ملف بيكون من 200 تيرنز از بليست ان تشينجينج ماجنتيك فيلد، يعني دوت ملف 200 لفه محطوط في مجال مغناطيسي متغير والفلكس دنسيتي تشينجز ويذن 6 سكندز. ماشي. As the opposite graph, using the opposite relation shown in the graph to calculate the induced electromotive force through the first 2 seconds وايه the third second. لازم ابص هنا بقى. العلاقه بين الفاي ام وايه؟ والدي. طب دي علاقه ايه؟ علاقه بي اللي هي ايه؟ magnetic flux density. طب ما هي دلتا فاي ام اوفر دلتا دي بجيب منها الايه؟ البي. طب هو عاوز اول حاجه خلال اول ثانيتين كده اهوت، يعني من الزيرو هنا لحد الثانيه الثانيه، وخلال الثيرد ايه؟ سكند الثانيه الثالثه، يعني من 2 ل 3. انا هكملها لك بقى، هاتها بقى ايه؟ خلال اخر 3 سكندز، اخر 3 ثواني. ده السؤال نمبر كام؟ 26. تعالى هنا احمد. السؤال نمبر 26 بقى البي equal معلش EMF، هو عايز EMF equal negative N delta phi M over delta T. تمام. اللي مركز قوي هيقول لي يا مستر ايه؟ ما دلتا phi M over delta T عباره عن السلوب بتاع الستريت لاين. ممتاز. يعني هي negative N times ايه؟ سلوب. ولازم انت كطالب ثالثه ثانوي لازم تعرف تجيب الاسلوب لوحدك، وده ماهيش صعبه، العمليه سهله. طيب يبقى الالكتروموتيف فورس انا كده يا جماعه بتكلم في اول 2 سكند، يعني اول مطلوب ايكوال نيجاتيف ان. نيجاتيف ان بكام بقى؟ نيجاتيف هو قلل ان 200 تايمز الاسلوب. تعالى اقول لكم دلوقتي زي ما هنا على الرسمه. طبعا هي ايه؟ فاي 2 ماينس فاي 1 اوفر تي 2 ماينس تي 1. يعني ايه فاي 2؟ هو كان كام؟ 0 بقى كام؟ 6. ما دخل الاول ثانيتين اهو بقى 6 تاني، هو كان 0 بقى 6. يبقى هي 6 ماينس 0 ديت فوق في النمرين، ده عندنا ايه؟ دلتا فاي ام. طب هو كان كام؟ 0 بقى كام؟ بقى 2. يبقى اوفر 2 ماينس ايه؟ 0. بالراحه كده 6 ماينس 0 اوفر 2 ماينس 0 اللي هي الاسلوب دي، يبقى 6 ماينس 0 اوفر ايه؟ 2 ماينس 0 ايكوال نيجاتيف 200 تايمز 6 ماينس 0 ب 6 و 2 ماينس 0 ب 2، 6 اوفر 2 بكام؟ 3. يبقى ايكوال نيجاتيف 600 فولتس. ده اول مطلوب اللي هي ايه يعني؟ طب تعالوا بي، هي ام اف ايكوال نيجاتيف ان تايمز سلوب ايكوال نيجاتيف 200 تايمز السلوب
تعالى هنا احمد تاني معلش. انا بتكلم يا جماعة في الثانية التالتة. يعني من 2 ل 3. من 2 كان الفاي بكام؟ ب 6. و 3 الفاي عندها بكام؟ 6. 6 ماينس 6 ب 0. اوفر 3 ماينس 2 ب 1. 0 اوفر اي حاجة ب 0. وطالما ده ستريت لاين بارلل تو ذا اكس اكسس يبقى السلوب بتاعته بايه؟ ب 0. برافو. يبقى دلوقتي نيجاتيف 200 تايمز ايه بقى؟ 0 ايكوال 0. مفيش اصلا مفيش تغير في الماجنتيك فلكس. انا هطلب بقى سي خلال اخر 3 سكندز. هو مش مديهالي في المساله بس عشان يبقى لمنها كله. نيجاتيف ان تايمز سلوب ايكوال نيجاتيف ان اللي هي نيجاتيف 200 تايمز سلوب بقى تبقى ايه؟ ركزوا معايا في الاسلوب هنا. هي الفاي ام، تعالى هنا يا احمد، الفاي ام كانت كام؟ خلي بالك عند الثانية التالتة، كانت كام؟ 6. طيب نزلت اهي، بقت كام؟ بقت 0. يعني 0 ماينس 6 اوفر، كانت 3 بقت 6، يبقى اوفر 6 ماينس ايه؟ 3. يبقى نهاية 0 ماينس 6 اوفر 6 ماينس 3. equal negative 200 times negative 6 over 3 ب negative 2. طبعا negative times negative ب positive يبقى positive كام؟ 400 volts. يبقى كده حلينا السؤال نمبر 26 بفهم. نيجي بعد كده السؤال نمبر 27 من الاسئله الجميله برضو. هقول ايه؟ A sensitive galvanometer is divided into 120 divisions. يعني هو مقسم الى ايه؟ 120 قسم. تمام. Such that when using it to measure the electric current intensity, the sensitivity of every division becomes 0.2 milli ampere. تمام. يعني الحساسية بتاعت القسم الواحد 0.2. تمام. وهو كام بقى؟ هو 120 ديفيجنز، يعني هو ايه؟ 120 قسم، كل واحد بيدل على ايه؟ 0.2 ملي امبير. اللي مركز قوي يعني لما اوصل بقى للاخر خالص هنقول ايه؟ ما هو الواحد بس 0.2 و0.2 كام مره؟ 120 مره، 120 مره. يبقى الاي جي كلها عباره عن ايه؟ 120 ديت تايمز ايه؟ 0.2. تمام. هنكمل. وبعد كده and when using it to measure the potential difference between two points every two divisions كل ايه؟ كل قسمين اتنين of the scale denotes 0.8 ملي فولت. يعني كل قسمين منه الدلاله بتاعتهم كام؟ 0.8 ملي فولت. explain how it can be converted into a meter. ازاي احوله لاميتر؟ يبقى لازم اوصل معاه شنت ريزيستنس to measure the maximum current of 5 ampere and calculate the total resistance of the ammeter. ماشي. تعالوا بقى نشوف نحل السؤال دوت ازاي وهو من الاسئله الجميله. ال اي جي انا قلت ده يا جماعه the maximum current that the galvanometer can read. يعني ديت اقصى اذا اقصى تيار ممكن الجلفينومتر دوت ايه يقيسه. طيب هو كام قسم 120 قبل كده والقسم الواحد بيقيس لي كام؟ 0.2 بس ملي امبير. اوعى تنسى ملي امبير يعني ايه يا مستر؟ يعني تايم 10 باور نيجاتيف 3. تمام. اعملها بقى كده على الكالكوليتر ديت. هي 2 دي 240 10 اس 4. تايم 10 باور نيجاتيف 4 بالشكل ده حتى لو خدناها اللي هي 2.4 هتبقى تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 2. تمام. هنا قللنا يبقى هنا هنزود. تمام كده. ايه بقى ديت؟ امبير. طيب الحته اللي جايه مهمه قوي. في جي ايكوال ايه؟ هو قال لك
كل 2 ديفيجنز يعني كل قسمين بيقروا كام؟ 0.8. يعني القسم الواحد بيقرا كام؟ 0.4. دي ممكن احلها بطريقتين. هتقول لي يا مستر هم كلهم 120 ديفيجنز، تمام، وكل واحد هيقرا كام؟ 0.4 ملي فولت، يعني تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 3 ايكوال. هنعملها دول بس عشان الوقت الفيديو. فور بوينت 8 تايم 10 باور نيجاتيف 2 فولتس، ماشي. يبقى احنا كده جبنا الفيجوال ايه والاي جي. طب الاي جي في طريقه ثانيه نجيبها بيها؟ ايوه ماشي. مش هو كل قسمين 0.8؟ تمام، وهم كلهم 120 يبقى نصهم كام؟ 60. يبقى لو انت عملت كده 60 تايم 0.8 هيطلع لك برده نفس الايه؟ نفس الرقم كده او كده، بس ده افضل. طالما انا عندي الفي جي والاي جي هقدر اجيب الار جي بسهوله، هعمل ده اوفر ده هيطلع لي ايه؟ 2 اوم. طيب بقول لك ازاي احوله للاميتر بقى؟ لازم اوصل معاه شنت ريزيستنس اللي هي ايه؟ ار اس. ار اس قانونها ايه؟ عباره عن اي جي، ها؟ ار جي اوفر ايه بقى؟ اي ماينس اي جي. طب هل كله عندنا؟ اه كله عندنا. ما هي الفي جي ديت عباره عن ايه؟ اي جي ار جي. يعني 4.8 تايم 10 باور نيجاتيف 2، والاي ديت بكام؟ 5. قيمه الكرنت اللي انا عايز اقيسه بقى بعد كده بعد ما احول الجلفانومتر لاميتر، والاي جي بكام؟ لسه مطلعينها 2.4 تايم 10 باور نيجاتيف 2. بس كده. ونحط بقى على الكالكوليتر وتحل. الناتج طلع كده 9.65 تقريبا تايم 10 باور نيجاتيف 3، طبعا ديت اوم. طيب ده اول مطلوب. تاني مطلوب هو عايز ايه بقى؟ كالكوليت ذا توتال ريزيستنس اوف ذا ميتر. ما يا جماعه الاميتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجلفانوميتر دوت، دي اللي هي ار جي، متوصل معاه الار اس ان باراليل. يعني هي الايكوفيلنت ريزيستنس بتاعتهم او التوتال ريزيستنس بتاعتهم عباره عن ايه؟ اي جي ار جي قصدي ار جي ار اس اوفر ار جي بلس ايه؟ ار اس ايكوال. الار جي كام؟ هتجيبها انت من هنا، الفي جي اوفر اي جي لما تعمل 4.8 تايم 10 باور نيجاتيف 2 اوفر 2.4 تايم 10 باور نيجاتيف 2، تعملهم ديفايد بعد تجيب الار جي اللي هي بكام؟ ب 2. طيب الار اس 9.65 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 2 بلس 9.65 تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 3. يبقى هنا الار كلها ايكوال ايه بقى؟ هنعملها برضو 2 تايمز 9.65 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اوفر 2 بلس 9.65 تايم 10 باور نيجاتيف 3 ايكوال 9. وضح احنا هنا كده 0.6 تايم 10 بار نيجاتيف 3 اوم. يبقى كده حلينا السؤال نمبر 27، يا رب يكون فاهمينه واضح. طب تعالوا بقى ليه السؤال نمبر 28. هو بيقول لي ايه؟ جيف ريزون. جيف ريزون مش واضحه شويه يا جماعه، سامع لكم هي جيف ريزون. When an electric current of high frequency passes through the capacitor, the circuit is considered closed. تعتبر ايه؟ مغلقة. طبعا تعتبر مغلقة يعني مفيش فيها أي ريزيستنس خالص. يعني ايه؟ يعني الـ XC أكنها مش موجودة. طب ما احنا عندنا أصلا قانون أهوت احنا عارفينه كلنا،
ان الاكس سي ايكوال ايه 1 اوفر ايه 2 باي اف سي اللي هي اوميجا سي يعني. طيب هو بيقول لك لو ديت لو الاف كبيره قوي اكيد الاكس ده هتكون ايه صغيره قوي خلاص يعني كده مش بقى ايه ريزيستنس خالص بس كده معناها. طيب يبقى اهو بيكوز اكوردنج تو ذا ريليشن اكس سي ايكوال 1 اوفر 2 باي اف سي ذا كاباسيتيف رياكتنس اوف ذا كاباسيتور از انفيرسلي بروبورشنال تو ذا فريكوانسي. طبعا كاباسيتيف رياكتنس اللي هي الايه الاكس سي انفيرسلي بروبورشنال يعني تتناسب عكسيا مع الفريكوانسي يعني كل ما الفريكوانسي زادت كل ما الاكس سي ايه قلت فبالتالي هتكون هي ايه كلوزد سيركت. طيب دي in the resonant circuit the charging and discharging process stop after a period of time يعني هي في دائره مهتزه اللي ممكن نقول عليها oscillating circuit عمليه الشحن والتفريغ بتقف بعد فتره معينه. ما هي معروفه يا جماعه لان الشحنه بتقل من على الكباسيتور ليه بتقل لان في فقد في الالكتريك انرجي على هيئه ثيرمال انرجي نتيجه الريزيستنس بتاعه الوايرز والايه والكويل يبقى due to the resistance of the coil and the wire. So ولذلك اهو a part of electric energy جزء من الطاقة الكهربية is lost as a thermal energy او heat energy. So the alternating current intensity decreases gradually بالتدريج. Then the maximum potential difference between the two poles of the capacitor will vanish هيقل مع الوقت. دي كلها أسئلة سهلة. والباقي يا جماعة دوت أسئلة في الأجزاء الملغية من أول شابتر 6 لحد شابتر 8. بعد كده mention one application for all تطبيق لي يعني استخدام magnetic torque. طبعا التورك اللي هو عزم الازدواج اللي هو التاو دوت بيستخدم عندنا في المنهج في أجهزة القياس اللي هو أول حاجة فيها الجلفانومتر وإخواته بقى أو اللي هم جايين منه زي الأميتر والفولتميتر والأميتر وكمان الموتور. بس الفكره الاساسيه بقى في عامل الايه الجلفانومتر والايه والموتور لان كل الاميتر والفولتميتر والاميتر لازم يكون فيهم جواهم ايه جلفانومتر. يبقى هو موفينج ذا كويل اوف ذا جلفانومتر اور ذا الكتريك موتور. طيب عاوز بقى منشن وان يوز فور استخدام لثيرمال فوتوغرافي اللي هو التصوير الايه الحراري يستخدم ان ميديسن في الطب سبيشالي ان توموجرافي طبعا اللي هو علم الايه الاورام اند امبريولوجي اللي هو علم الاجنه اند كريمينولوجي اللي هو علم الجريمه اللي هي الادله الجنائيه يعني دي كلها اجزاء نظريه. هو عايز بعد كده ايه جيف ريزون ذا سكيل اوف اميتر از اوبوزيت تو ذات اوف ذا اميتر. اولا لما احنا عندنا في المنهج جهازين تدريجهم ماهوش منتظم ايه هما بقى اللي هو الهوت واير اميتر وهو الايه والاميتر لازم نكون عارفين كده. اي جهاز عندنا في المنهج بعد كده بيكون تدريجه ايه يونيفورم او ريجولر. طيب هنا مش بيتقال على كده بس بقول لك معلومه مهمه. هو هنا بيقول لك ليه الاميتر تدريجه عكس الايه عكس الاميتر. ما هي يا جماعه ده اساسي الاميتر بيقيس ايه ريزيستنس والاميتر بيقيس ايه كارنت انتنسيتي. طب ما اصلا العلاقه بين الريزيستنس والكارنت انتنسيتي انفيرسلي بروبورشن علاقه ايه عكسيه. يبقى هي because according to the relation ال R total equal ايه V battery over ال I total او ال I total equal ايه ال V battery over ال R total. So the electric current intensity is inversely proportional to the ايه total resistance of the circuit when the potential difference is ايه constant وال V battery طبعا ايه ثابتة يبقى العلاقة بين الاثنين المتغيرين وهم inversely. نيجي بعد كده لسؤال اهو choose the sensitivity of the galvanometer is determined by the relation طبعا هي ثيتا اوفر اي يبقى هي ايه هي بي. بعد كده نمبر بي او لتر بي as the value of the shunt resistance connected to the galvanometer decreases the ammeter sensitivity ايه decreases برضه. يعني ايه يا جماعه ammeter sensitivity يعني هي حساسيه الاميتر بتقل. ايوه ما كل ما الشنت ريزيستنس تقل يقوم الاميتر دوت يقيس كارنت انتنستي اكبر. طب ما يقيس كارنت انتنستي اكبر يعني مش هيقيس الايه مش هيحس بالتيارات اللي هي الايه الضعيفه قوي فبالتالي مش هيبقى حساس يعني حساسيته ايه هتقل
يبقى الحساسيه ايه؟ هتقل. واعكس الكلام ده بقى، يعني هو هنا بيقول لك ايه؟ لو الشنت ريزيستنس قلت السنسيتيفيتي ايه؟ هتقل. يبقى اكيد لو الشنت ريزيستنس ايه؟ زادت السنسيتيفيتي ايه؟ هتزيد. ده بس كده. طيب نمبر 35 مساله هرسمها على البورد عشان هي مش واضحه قوي هنا على السكرين. مديها ديت ار 1 ب 40 اوم واللي جنبها ار 2 40 اوم برضو وديت ار 3 20 اوم وديت ار 4 40 اوم برضو وديت ار 6 40 اوم وديت ار 5 ب 20 اوم. والبوينت ديت مسميهاها بوينت A وديت بوينت B. طيب ومديني ال VAB VAB ايكوال 200 فولت. يعني يا جماعه اكن هنا موصل بطاري كده ال V بتاعتها 200 فولت. ده معناها ماشي. كالكوليت ذا كرنت انتنسي باسنج ثرو ذا ريزيستنس R1. R1 دي ال R1 ده هيمر فيها ال R توتال، ال I توتال، فلازم اجيب ال A ال I توتال. وبعد كده current intensity passing through the resistance 5 دي. طبعا ده برانش فرع مش هيمر في ال I توتال، جزء منين؟ من ال I توتال. اولا لازم نجيب ال R توتال، هتقول له ايه بقى؟ لازم نفك يا جماعه كل resistance ديت لازم نجمعهم مع بعض. طيب ازاي بقى هنجيب بقى ال R توتال هنا او ال R equivalent بتاعتهم؟ هبدا من الاخر كده. ال R2 وال R3 وال R4 are connected in series. تكتب كده في الامتحان R2 R3 and R4 are connected in A in series. So مثلا R1 dash equal هتقول كده ايه؟ R2 plus R3 plus R4 اللي هي 40. تكتب اللي انا بقوله بس انا طبعا دلوقتي مش فاكر عشان وقت الفيديو. equal كام؟ 100 ohm. طب وبعد كده ال R1 dash ديت كلهم كده ال 3 ريزيستنس دول اكنهم 1 ريزيستور واحده بس قيمتها كام؟ 100 متصلين ان بارلل مع ال R5. ال R5 يا جماعه ب 20 كده. يبقى تقول له كده R1 داش اند R5 ار كونكتد ان بارلل. يبقى هنا R2 داش مثلا هتقول له كده R1 داش تايمز R5 اوفر R5 بلس R1 داش. يعني هتقول له كده 100 times 20 over 100 plus 20 يبقى هنا ديت 200 وديت 120 طلعت بكام؟ اه دي 25 معلش 25 يبقى تايمز 25 2500 120 A5. يبقى نعملها كده 20. يعني كل المقدار كده كل دول عباره عن ايه؟ 20 كلهم مع بعض 20. طب بعد كده هتقول له ايه؟ R1 وده هتبقى عباره عن ايه؟ R2 داش اند R6 ار كونكتد ان سيريس. يبقى هنا الـ R equivalent او الـ R total عباره عن ايه؟
عبارة عن 40 اللي هي دي بلس طلعت 20 اوم ما خدتهاش 20 اللي هي مجموع دول كلهم بلس 40 اللي هي دي يبقى ايكوال كام؟ 100 اوم. يبقى الاي توتال لو الكارنت الكلي عبارة عن ال VAB بلس ال R equivalent. ال VAB اللي هي كام؟ 200 وال equivalent بكام؟ ب 100 يبقى اللي جايبها لنا ايه؟ 2 امبير. يبقى كده اكن البتل ديت كده بتطلع هنا ايه؟ كارنت كده ماشي كنت ايه؟ 2 امبير هنا. فانا كده لسه ما حلتوش بقى نبدا نحل يبقى نقول له كده ال I اللي بيمر في R1 equal I total equal كام 2 امبير ادي واحد خد درجتها. طب بعد كده B بقى هو عايز ايه؟ عايز ال I اللي بيمر في ال R5 ده مهم جدا القانون ده يا جماعه ده اللي بقوله ده لو حليته B الدنيا اتفكت على طول معاكم. هتقوله كده ال ده برانش عباره عن بجيب الكارنت انتنسي بتاعت البرانش شد التيار الفرع عباره عن ايه؟ عباره عن الاي توتال اللي داخل لهم اللي داخل الافرع انا عندي رقم فرع فرعين بس ده هو ده برانش وده كله كده برانش تاني لان دول كلهم متصلين مع بعض ان سيريس يبقى اهو النقطه اللي اهي اللي انا عاملها بالنسبه دي كده هي نقطه عندها الكارنت بتفرع بتفرع لكام فرع فرعين فرع يدخل كده وفرع ينزل كده هو عايز بقى ايه اللي نازل هنا بتاخد الاي توتال اللي داخلهم الاثنين اللي هي كام 2 امبير تايمز الار بتاعتهم اللي هم متوصلين مع بعض ان بارلل الار بتاعتهم اللي متوصلين اللي هم نتيجتهم ان ايه بارلل اوفر ايه اوفر الار بتاعت البرانش الواحد بس كده. طب تعال نعوض عشان نفهم الاي توتال ده كام ب 2 والار بتاعتهم كلهم مع بعض اللي كنت جبتها اللي هي دي اللي هي بكام ب 20 طيب والار برانش الفرع الواحد هنا بكام 25 يبقى هي ايكوال ايه 40 اوفر كام اوفر 25 اما تحط اوفر 5 8 اوفر 5 8 اوفر 5 يعني 1 و 3 اوفر 5 يعني ايه 6 1.6 امبير هيدخل هنا كام هيدخل هنا 0.4 امبير يا رب تكون واضحه ولو طلب بقى لو قال لك كده الكتريك كارنت انتنس ذا باسل ثرو ريزيستنس ار 2 او ار 3 او ار 4 هيبقى 0.4 ليه؟ لان داخل 2 داخل هنا بقى منهم 1.6 الباقي من 2 ايه؟ الباقي من 2 يبقى 0.4 يبقى بيمشي هنا ايه؟ 0.4 طب لو طلب مني اللي بيمشي في الار 6 كلهم هيبقى 2 امبيرز لان نازل هنا ال 1.6 وجاي من هنا 0.4 عند النقطه دي يتجمعوا بقى في الايه في الار 6 يبقوا كام يبقى 2 امبير برضه يبقى كده ده ودوت الحل بتاع نمبر 55. تعالوا بقى للمساله او السؤال 36 mention one rule of the two insulated halves of the hollow metallic cylinders connected to the two ends of the coil in each of the dynamo and the motor. طبعا اللي هي يا جماعه الهولو ميتاليك سلندر اللي هي الاسطوانه اللي مشغوله النصفين دول عندنا في الدينامو وعندنا فين في الموتور. وظيفتهم في الدينامو ان هو بيحولوا الالترنيتنج كارنت بيحولوا لايه؟ للالترنيتنج كارنت ريكتيفيكيشن. يعني ايه ريكتيفيكيشن؟ اللي هو تقويم التيار المتردد، يعني بنحوله من الترنيتنج كارنت الى ايه؟ الى يوني دايركشنال كارنت، ده معناها كده، معناها كده تقويم التيار المتردد. يعني هو كلمة ريكتيفيكيشن يعني الكارنت كان بالشكل ده. طيب لما استخدم بقى سلندر ليها تو هابز بحوله بالشكل ده كان هو ليه اتجاهين في البوزيتيف وفي الايه؟ في النيجاتيف، بقى ليه اتجاه فين؟ في البوزيتيف بس، يبقى ده بقى ايه؟ يوني دايركشنال. طيب في الموتور بقى وظيفتهم ايه؟ ريفيرس ذا دايركشن اوف ذا كارنت، بتعكس اتجاه التيار،
in the motor's coil every ايه بقى half cycle كل نص دوره. So the acting torque التورك بقى اللي هو مؤثر عليها become in the same direction that makes the motor's coil rotate in one direction making a complete cycle. يعني هي بتخلي اتجاه الكرنت يتعكس في الكويل كل نص دوره، وده يؤدي الى ان التورك يكون يؤثر في اتجاه واحد بس، مما يعمل على دوران الملف في اتجاه واحد مكملا دوره كامله. بعد كده السؤال نمبر 37 A و B canceled و 38 canceled و 39 canceled. تعالوا للسؤال نمبر 40 compare between shunt resistance و multiply resistance بس according to A هي point of comparison هنقارن من حيث ايه؟ the method of connection with the coil of the galvanometer. الشنت بتوصل ايه؟ parallel connection والمالتبلاير ديت ايه؟ serious connection. والسؤال نمبر 41 cancel. تعالوا بقى للسؤال نمبر 42 بيقول لي ايه؟ mention one use for the polys او poly اللي هي البكره in the hot wire ammeter. البكره ديت it rotates بتدور with the iridium platinum wire مع سلك البلاتينو الايريديوم expands so the pointer move in the scale and stops at reading indicates the effective value of the alternating current. يعني هي بتدور مع سلك البلاتينو والإيريديوم اللي هو بيتمدد. طيب ولذلك البوينتر بيتحرك معاها على التدريج وبيقف عند القراءة التي تدل على ايه بقى؟ ايه اللي هي اي افكتيف للالترنيتنج كارنت. لان يا جماعة هو بيقيس ايه؟ الترنيتنج كارنت. والالترنيتنج كارنت احنا قلنا التيار المتردد ديت ليه اربع قيم، ممكن ماكسيمم كارنت وممكن افكتيف وممكن افريج. كل دول عبارة عن أنواع من الالترنيتنج كارنت، هي بتقيس بقى إيه؟ بتقيس افكتيف كارنت بس. طيب تعالوا للسؤال نمبر 43 تشوز ذا أنسر A أو B. لا أقول لك حل يعني سؤال A أو B، إحنا هنحل الاتنين لو هما عندنا في المنهج. مدينا 3 كوندكتورز X وY and Z واللينس بتاع كل واحدة كذا والريزستنس بتاعت كل واحدة كذا. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك ديديوز ذا ريشيو بتوين كوندكتيفيتي سيجما اكس سيجما واي اند سيجما زد. وبعد كده بيقول لك ايه؟ ذن ديديوز ويتش اوف ذيس ماتيريالز هاد ذا هايست كوندكتيفيتي، انهي واحده ليها اعلى كوندكتيفيتي؟ ماشي، احنا عارفين ان السيجما ايكوال ايه؟ راب، ما هي 1 اوفر رو اي. يبقى السيجما ايكوال ال اوفر ايه بقى؟ الار تايمز الايه. طيب ده القانون الاساسي هنمشي عليه. يبقى هنا سيجما اكس تو سيجما واي تو سيجما زد ايكوال ال بتاع اكس 2 ار بتاع اكس 1. هتقول لي يا مستر طب الايه؟ هقولها لك دلوقتي اهي، حط ايه؟ مش جايبها لنا. طيب السيجما واي عباره عن ايه؟ ال واي 3 اوفر ايه بقى؟ الار واي 4 تايمز الايه؟ والال زد بكام؟ 3 والار زد ب 6 تايمز الايه؟ هو قال لك في المساله كلهم ليهم نفس الاريا اهو and have the same cross section area لهم نفس الايه؟ الاريا. خلاص يبقى الاي والاي والاي اللي هي الاريا واحد خلاص. طيب 2 over 1 ب 2 3 over 4 ب 0.75 و 3 over 6 بكام؟ ها مين اعلى كوندكتيفيتي؟ اكيد يا جماعه اللي هو ايه؟ واير اكس. ما هو 2 اكبر من 0.75 و 0.5 يبقى واير اكس هاز ذا هاير ايه؟ كوندكتيفيتي.
تمام. تعالوا بقى للسؤال بي، هقول لك هنا ايه؟ امتى قريت السيركت شون ان ذا فيجر كالكوليت ذا ريشيو بتوين ذا اميتر ريدنج بيفور اند افتر كلوزنج ذا سويتش كي. تعالوا بقى الكي ديت مفتاح، الاميتر ريدنج هنا ليه حاله قبل ما اقفل الكي ديت وبعد ما اقفلها، ليه قراءه مره ومره. تعالوا هنا كده احمد، انا هرسمها مرتين، مره والكتريك سويتش اوبن ومره تانيه والسويتش ايه كلوزد. ده كده هو اوبن، يعني الفرع اصلا اللي فيه ريزيستنس دي مش معايا، كله مش معايا خالص، وديت ار ودي قيمتها ايه ار، وهنا مدي لها اميتر معاه ماشي. طب ما هنا الاميتر ريدنج في الحاله ديت ليه اي 1 هعتبرها اي 1، ما هو بيقرا الانتنسيتي ايكوال ايه في بي اوفر الار توتال، يبقى الاي 1 في الحاله دي عباره عن ايه؟ الفي بي اوفر الار توتال بقى هنا ار بلس ار، لان الار والار دول عباره عن ايه سيريس، يبقى 2 ار، وده هركنها على جنب. تعالوا اللي بعد كده، ديت ار ودي ار ودي ار، الاي توتال عباره عن ايه؟ عباره عن الفي بي اوفر ار توتال. طب الفي بي اهي، الار توتال هنا عباره عن ايه؟ ركزوا، الار والار دول ان بارل، يبقى هاف ار، الاثنين مع بعض ايه يا جماعه؟ هاف ار، وديت بلس ار، هاف ار بلس ار يبقى ايه؟ 1.5 او 1.5 ايه ار، يعني هي ار ونص، دول عباره عن نص ار وديت ار، ار بلس هاف ار يبقى ايه 1.5 ار او 1.5 ايه ار. طب هل الاميتر ريدنج هي تبقى اي توتال؟ لا، ده يا جماعه معناها كده اكيد داخل له القيمه دي، هو بقى الاميتر ده هيقرا ايه؟ هيقرا سهله اللي هي هقولها بقى عليها اي 2، عباره عن ايه؟ عبارة عن الاي الكلية الداخلة اللي هي الاي توتال، هجيبها لكم هنا يا جماعة القانون اهو، مش عارف كنت كاتبه فين، او اللي هو ده اي توتال اللي داخلها اللي هي ايه؟ في بي اوفر ايه بقى؟ 1.5 ار تايمز الار اللي هي متوصلة فيها البارلل اللي هي التوتال بتاعتهم، يعني اللي هي هاف ار اوفر ايه بقى؟ الار بتاعت البرانش الواحد اللي هي ايه؟ اللي هي ار ماشي. الار ديت روحت خلاص مع الار دي، وفوق هاف اكن فوق كده هاف في بي، وتحت 1.5 ايه ار. طب حتى البوينت ديت راحت مع ايه؟ مع البوينت ديت، يبقى ديت اكنها ايه 1 اوفر 3 بالشكل ده. امراه الكمبيوتر يا جماعه محدش يستعجل، ال 1.5 ديت نزلت هنا خلي بالكم، وهنا 0.5، 0.5 اوفر 1.5 يعني هي ايه 1 اوفر 3 بس كده، شغل الماس يعني. دي بالنسبه لايه؟ الاي 2. هو عاوز ايه بقى؟ قال لي كالكوليت ذا ريشيو بتوين ذا اميتر ريدنج بيفور اند افتر كلوزنج ذا سويتش كي. بيفور اهي وافتر اهي، يعني هو عاوز اي 1 اوفر اي 2 ايكوال اي 1 بكام؟
في بي اوفر ايه يا جماعه كده؟ 2 ار. طيب والاي دي عباره عن ايه؟ في بي اوفر ايه بقى؟ 3 ار. الفي بي روحت مع ايه؟ مع الفي بي، والار مع ايه؟ مع الار، يبقى ايكوال ايه بقى؟ 3 اوفر 2. ده الحل. هتقول لها مثلا هي شويه فيها عك. ماشي، سهله. ممكن انت تفرض ارقام وتحل بيها، ارقام بالنسبه لك انت تحل بيها، وارد، وهتجيب تطلع نفس الايه النسبه ديت. يعني مثلا لو انت خدت كل ريزيستنس ب 6، يعني ديت 6 وديت 6 وديت ايه؟ 6. يبقى دلوقتي لو هي 6 و6 كام؟ 12. ودي هيبقى 6 و6 دول كام؟ 3. و6 ديت ايه؟ 9. يبقى خد البتر ب 18. لو انت خدت البتر ب 18 وكل واحده فيهم 6، هيطلع معاك في الاخر نفس الايه؟ نفس الارقام ديت بكل سهوله. طيب بعد كده نمبر 44، ان الكتريك سيركت كونسيستس اوف ان انترنيتنج كارنت سورس اوف 200 فولت. طبعا ديت ليها افكتيف، اند الفريكوانسي مدي لك 800 اوفر باي هرتز، اند ان اندكشن كويل كونكتد ان سيريس وذ ذا ريزيستنس 300 اوم. يبقى الوقت انا عندي فيه كويل متوصل مع ايه؟ مع ريزيستنس. And when the electric current passes, the potential difference between the two ends of the resistance becomes 120 volts. Find the self-induction coefficient of the coil. المسألة ديت صور ديت يا احمد كده كويس عشان ايه؟ امسحها واضحة. المسألة ديت عشان نحلها ابدأها من الاخر للاول علشان تشوف هو مطلوب ايه. طبعا يا جماعه لازم تكتب الجيفن عندك، بس انا مش هكتبها عشان الوقت، تكتب كل اللي مديلك كده عشان تعرف تفكر ازاي، بس انا هقول لك برضه تفكر ازاي. هو عاوز سيلف اندكشن كوفيشنت، يعني هو عاوز ال. ما انا عندي الاكس ال ايكوال ايه يا جماعه؟ 2 باي اف ال. لو انت بصيت من ديك الفريكونسي يبقى انت لازم تجيب مين؟ الاكس ال. هتقول كده لنفسك بقى انا عشان اجيب الاكس ال هتقول لي ايكوال ايه؟ هتقول لي في ال اوفر ايه؟ اوفر الاي. تمام. طب ما انا ما عنديش الفي ال، انا بعلمك بس ازاي تفكر في الامتحان. المساله اللي ما تعرفش تجيبها من الاول لقدام هاتها من يعني من الاول للاخر، هاتها من الاخر لايه؟ للاول. زي ما انا بعمل كده، هو عايز الايه؟ ال ال، مديني الاف، يبقى لازم اجيب مين؟ الاكس ال. عشان اجيب الاكس ال يبقى عايز ايه؟ عايز ال في ال اوفر اي. طيب انا ما عنديش ال في ال ولا عندي الاي، ممكن اجيبهم ازاي بقى؟ مش انا عندي يا جماعه قانون كده بيقول ان ال في ايكوال سكوير روت لل في ار باور 2 بلس ال في ال باور 2. ماشي، ما انا عندي ال في وعندي ال في ار، هجيب الايه؟ هجيب ال في ال باور 2 بسهوله. طيب عشان اتخلص من السكوير روت دوت هعمل باور 2، يبقى ديت ايه؟ باور 2. الفي اللي مديها لك 200، هتعمل كده 200 باور 2. هتلاقي الفي ار الناحيه الثانيه اللي هي 120 بس ايه؟ باور 2. ايكوال ايه بقى؟ في ال باور 2. طب انت عاوز الفي ال بس، يبقى خد سكوير روت للايه؟ للتو سايدز دول. بس يبقى اعمل الكلام ده كله تحت السكوير روت هيطلع لك الفي ال. هيطلع لك بكام؟ هنعملها اهيت علشان ما نلخبطش في الارقام. تطلع من 106 تقريبا ماينس 120 باور 2 160 فولت. يبقى كده جبنا مين؟ جبنا ال في ال. عايزين نجيب مين بقى؟ ايه؟ الاي. طيب هو هنا قال لك ايه؟ قال لك الريزيستنس بكام؟ ب 300 ومديك ال في ار، يبقى الاي ديت ايكوال في ار اوفر ار. ومعلومه لكم يا جماعه، الاي احنا عندنا في المنهج لما وصل الكباستور والكويل والريزيستنس لازم توصلوا ان ايه؟ سيريس، بس ما عندناشهم توصيل بارل. خلاص كده؟ انا قصدي في حساب الاكس ال والاكس سي بتاعتهم. طيب
الـ I equal VR over R و equal VL over XL و equal VC over XC و equal V total over Z. يبقى الـ I يجيبها بكذا طريقة. هو مديني الـ VR ومديني الـ A الـ R. الـ VR بكام؟ 120 والـ R بكام؟ 300. هنطلع بكام؟ 120 over 300 0.4. يبقى دلوقتي 0.4 امبير. يبقى هجيب من بقى الـ XL وصلت اهو اللي انا عايزه. الـ VL بكام؟ 160 والـ I بكام؟ 0.4 equal. لما نقول ديفايد بعض تبقى 400 ohm تقريبا. مش هعملها برضه 160 over 0.4 يبقى 400 ايه اوم. كده جبت منين بقى الـ XL؟ فاضل اجيب الـ L. L equal XL over 2 by F equal XL اللي جبناها 400 over 2 by time. الفريكونسي بكام؟ 800 over باي. 800 over الباي. الباي روحت وال 20 دول مع ايه؟ مع 20 دول. يبقى كانها 4 over كام؟ over 16. ال 4 ربع 16. يبقى كوارتر اللي هي كام؟ 0.25 هنري. يبقى دي بالنسبه للمساله نمبر كام؟ 44. نيجي للمساله اللي بعد كده 45. دي علاقة بين الاي سي والاي بي. ديت في شابتر 8 وديت كانسلد. كده الحمد لله خلصنا امتحان مصر 2015 فيرست سيشن. وان شاء الله الفيديو القادم هنحل سكند سيشن. واي يا جماعه اي سؤال واقف عليكم، اي مساله فيها فكره ممكن تسيبوها في الكومنتات وهنقدر نحلها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.